كان نهارتها عندي شغل وقطعت على الماكيوز بالال بي سي. كان عندي البروجرام كان بوقتها بعده بينعرض خميس وجمعه, ما كان صار بعد بالويكند. ووصلت عند الماكيوز يلي هي كمان يعني كارولين كانت شخصي كتير كتير مؤمن, ومارسيل بالنسبه لها كمان شفيع. اول ما شافتني سالتني انه شو بك, مثل كل الناس اللي شافونا اول مره بهيدا النهار, لانه كنت نايمه كل الليل وحاسه حالي انه كتير كتير عندي ايموشن بهيدا النهار, ايموشنز فعلي. فقالت لي شو بك. اول ما قالت لي شو بك كمان ما عدت قدرت يعني ضبطت حالي, بلشت ابكي. خبرتها, هي عارفه طبعا انه يارا عندها هالمشكله وانه بدنا نعمل عمليه وكل هالشيء. يارا بنتك صح. فقالت لي قلت لها اليوم رح اخدها رح نطلع على مارشربل, ومارشربل بده يعمل لها العمليه. قالت لي نيالي كريت فيه اطلع معك, لانه اليوم بتعرف انه اليوم هو نهار تقديس مارشربل, يعني 29 الاول بسائب نهار تقديس مارشربل. انا تطويب لا تقديس, نهار اللي قدسوه يعني نهار اللي اعلنوه قديس. تطويب يعني اليوم اللي تم تطويبه؟ لا, تطويبه هي مرحله ما قبل القداسه. ها يعني يطوب يعني مثل الاخ قسطفين اليوم هو مطوب بعد ما اعلنوا قداسته. في مرحلتين, في مرحلتين صحيح. التطويب مرحلة تسبق مرحلة التقديس, والاثنين المرحلتين بحاجة إلى أعاجيب لحتى يتموا, وإثباتات وبراهين بتتم عن طريق مختبرات علمية تخضع للمنطق في روما. صحيح, في تحليل الأعجوبة اللي بيعتبروها بالآخر ما إلى تحليل علمي مرحلة القداسة. أوكي مزبوط. فأنا نهار اللي يعني بهالوقت اللي قالت لي فيه كارولين أنه أنت مش عارفة اليوم أنه كان عندي يعني زادت ثقتي إذا بدك بأنه رح بتصير العجيب اليوم ورح بيعملها العملية ليارا, لأنه مش بالصدفة رح بيكون هيدا النهار هو نهار تقديسه, وهيدا النهار اللي هو حكاني فيه قبل بنهار ونحن طالعين لعنده. كفيت رحت على الـ LBC كمان أول ما فتت على المكتب. وهون أنا كمان بحب أقول أنه نحن ببرنامجنا ببرنامج نحن لبعض, شفيع البرنامج هو مارشربل, يعني عندنا صورته بالمكتب. ووقتها بيكون في عندنا حالات كتير كبيرة, وقتها بنكون بدنا نجمع كتير كتير مصاري, أول شيء نعمل بنضوي شمع على مارشربل قبل ما ننزل على الاستوديو. فبس فتت على المكتب كان كل الكرو موجود, يعني من التكنيسيانية الفريق الإعداد الكبير كل الناس. أول ما شافوني كمان نفس شو بك شو في, وانا عارفين بخبري تيارا كمان رجعت خبرتهم نفس الشيء وقلت لهم أنه اليوم رح يعمل مارشربل عجيبة مع يارا. يعني ما كان عندي ولا شك, مش عم قلهم رايحين نزور ولا قلت لهم ندرتها, قلت لهم اليوم رح يعمل مارشربل العجيبة. بس قلتيلهم انه قبل ما خبرتيهم قبل, يعني خبرتيهم قبل كأنك مأكدة؟ ايه, هيدي هي هي النقطة اللي عم بحب انا ركز عليها, انه والكل اليوم بيتذكرها. ما خبرت من بعد ما صارت, كنت مأكدة, كان عندي شعور كتير مطلق, يعني ما في ولا ادنى شك بانه اللي انا طلبته منه واللي قلت له يعني وعدت نفسي وعدت يارا فيه, كنت متأكدة انه رح بيصير, ما كان عندي ابدا شك. وهذا الشيء حلو. عم تحاولي ما كنت تفهمينا انه شيء له علاقه بالعلم, انه بس بالعلم وبالدين, انه لما بتقول لربك بدي ربك مش ممكن يقول لك لا. صحيح, قديش بيكون ايمانك مطلق بهالشيء اللي عم تطلبه قد هو رح يتحقق. والشيء اللي كتير 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 مهم من بعد هالشيء معلي عم سبق شوي, انه انا اليوم بس صلي كتير بطلب بانه ترجع لي هيديك اللحظه, كل مرة بقول له رجع لي هديك اللحظة اللي كان عندي فيك ثقة مطلقة. وقت اللي سألتك ما كان عندي ولا شك بأنك رح بتكون سمعني. ليش هلا؟ مش خفت إيماني بعده كتير, بالعكس يعني الإيمان موجود, ما فيني أقول كبر وصغر, هو حجم الإيمان هو نفسه بيحتل هالإنسان, هو حجم الإيمان هو حجم فكرك وعقلك وحجم يلي قديش أنت بتكون يعني عامل حجم لنفسك, إن كان عم بحكي فيزيك أم عم بحكي مورال أم عم بحكي روح. هيدا الإيمان ما بيتغير حجمه, بس هيدي الثقة يلي هي إلى علاقة تامة بهيدا الإيمان, هيدي الثقة بتطلع وبتنزل بحسب ما الإنسان
بيفكر بحياته أو على مين بيعتمد، لأن بيفكر حاله أنه هو كتير قوي مطرح من محلاته ومنه بحاجة لحدا، وبيصير بينسى. يعني أنا مثلي مثل كتير من الناس يلي مؤمنين قدي وأكتر، طب يوصل الإنسان لوقت بيصير بينسى شو صار معه، لأنه الإنسان عنده ذاكرة وبينسى ومعرض للنسيين. كل مرة صلاتي بتكون تما أنسى اللي صار معي، وبقلها هالكلام ليارا، يعني بقلها بحياتك ما لازم تنسي إنه مر شربل اختارك وميزك. ممكن أقول لك شيء بالإسلام في نفس الشيء بالقرآن، بالشكر تدوم النعم. فالمسلمين دائما بيقولوا شكرا بدون سبب، يعني بيكون ما صار معه شيء حلو بيشكروا الله، لأنه بيقولوا نحن ما بنتذكر إشي الحلو اللي صارت معنا، وبيستغفروا الله كمان بيقولوا لأنه ما بنعرف ننسى شو عملنا ذنوب. في قواسم كتير مشتركة، صح، كتير حقيقة إنسانيا على المستوى الإنساني كتير حقيقة هيدا الشيء. لأنه أي متى نحن يعني نلجأ أو نرجع نصير نتذكر؟ وقتها منصير نرجع مرة تانية ضعاف، وقتها منصير بحاجة لحدا أقوى منا، بحاجة نسلم ضعفنا لحدا، منصير نتذكر أنه في حدنا قادر نتكل عليه. بس الأحلى من هيك هو الشعور يلي بيضله مستمر، كونتينيو، يلي بيضله محسس باستمرارية الشخص أنه أنت من شو بدك تخاف إذا الله سامعك؟ كيف قادر تخاف؟ كيف قادر أنت تفكر بهالنقطة الضعف إنه إذا أنت حكيت مع ربك وربك جاوبك موجود معك بكل دقيقة؟ هو موجود عم يسمعنا، بس اللي بيختلف هو قديش في عنا شك وقديش في عنا ثقة مطلقة بهالمشيئة. اللي صار بتحكي يا ماجي، يعني هيك مقنع كلامك، حتى بعيونك في بريق، في بريق بتضوي انت عم تحكي عن هالتجربة. قد ما هالنعمة يمكن ساكنة فيي، بحس سكنت فيي من وقت طلبتها، وبحسها كتير ساكنة فيي، وبأوقات أكيد بتفيد أكتر من أوقات، خاصة وقت أبلش أحكي عن الموضوع، خصوصا وقت بحس في ناس شو بنبسط، شو بحس بتواضع مش بشيء آخر، بتواضع، لأنه الإيمان بيعلمنا كتير هيدا التواضع، هيدا الثقة الكبيرة بتعلمك التواضع. معلش إذا عم نزيح عن الخط، مش من زمان، من يومين بس بيجيني مسج على الفيسبوك من صبية، رح سمي اسمها، ما بعتقد رح تعترض أبدا، اسمها حنان خوري، كنت قاعدة أنا وجوزي من فلسطين. من فلسطين بعرفها، عن جد، رئيس منتدى مجد الرومي. أوكي، ما كنت بعرف عنها شيء كتير. سألت لك بدك شيء، رح شو بدك من قبل المسيح. أنا كمان حياتي هذه ما نصت فيها، ما نصت فيها أبدا. لا، أنا كمان سألت، واللي حسسني أكتر طلبت مني، ما بعرف إذا لك سمعت هالنص الحكاية من الويب سايت الجرس، بتقول لي بدي أطلب منك تصلي لصبي صغير اسمه كريستيان جريس موسى، ماني نسيته لأنه عم بذكره بصلاتي، هو بحاجة كتير للصلاة، مع مرض السرطان، شلوله عين، طفت عينه وبعد عنده العين الثاني. وأنا بعرف بعلاقتك بمار شربل، وأنا مؤمنة، الكلمة الحلوة اللي قلتها، أنا مؤمنة إذا كنا من آمن كلنا سوا بشفاعة قديس معين، هيدي الصلاة الجماعية وهذا الطلب الجماعي بيوصل أسرع. هيدي كلمة أنا قيلتها، أنا قيلتها أكتر من مرة بأكتر من مطرح، حس قديه بتنبسطي إنه هيدا المسج الإيماني اللي أنت قاصدة توصليه من هالنعمة يلي الله عطانا إياها، وقالنا انشروها وتشاركوها بين بعضكم، وهي أنا بعتبرها مشن بالنسبة لإلي. قديه حلو تحس إنه الناس تأثروا فيها، صار بتصلي يمكن هي بطريقة مختلفة أو هي أو غيرها، صار عنده نظرة أخرى للثقة للشك. حناء فظيعة، انبسطت هلأ أنه ما كنت بعرف عنها شيء، لأنه هذا الشيء صار من يومين وما صار لي أعرف من هي، بس صفت صورة لست ماجدة على صورة عين ماجدة بالأردن، رمحت شيء بس ما قريت، ما صار لي وقت أقرأ، وجوابتها وقلت لها أكيد. أنت عندك فكرة أنه مرشل بالشافية على مدام ماجدة الرومي؟ لا كمان ما عندي ما يبقى الموضوع وطلنا موجود، كل له بحبها كتير، ترتيلتها يلي قلتها يا غافي وعيونك لعينينا نور، كتير حلوة، ما بعرف. طب رح نحطها هلا ومنرجع نكفي معك بفيديو تاني.